جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الطيب موسى سوداني مقيم في عفيف، يقول لنا عادات في السودان، حيث أنه عندما يتزوج الشخص أي في زواجه يقوم بوضع الحنة على يديه ورجليه، فهل هذا يعد تشبها بالنساء أم ماذا عن النص الشرعي والسني في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب العادات في البلاد، إذا كان من عادة أهل البلاد استعمال هذا الشيء فلا حرج فيه، أما إذا كان من عادة البلاد عدم استعمال الرجال لهذا الشيء وإنما هذا من خصائص النساء فإنه لا يجوز. نعم.